السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه code.org، ده بتلاقي فيه دروس تعليمية كتيرة جدا، اسلوبه سهل جدا، يعني بيتفاعل مع الطالب، مش بيحفظه حاجات، لا بيقول له ادي له حاجة صغيرة، يقول له اعمل الخطوة ديت وهكذا. يعني على سبيل المثال مثلا هعلمه اول مرة يقدر الكمبيوتر، فيقول له ايه، دوس كليك على الزرار دوت، فيقول له مبروك انت نجحت في اول خطوة، هنخش في الخطوة التانية، عايزين مثلا ندوس دبل كليك، عايزين ندوس رايت كليك، وهكذا لحد ما يبدأ ان هو يتعلم ازاي يستخدم الكمبيوتر. دلوقتي هنشوف حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي للمحيطات، لان انا مهتم بالقصه ديت، هاو اي اي وركس ماشين ليرنينج، فهقول له استمرار. المفروض ان انت تشوف الفيديو دوت عشان يشرح لك الطريقه، بس عشان ما نطولش في الفيديو. بيبدأ دي خطوه بسيطه جدا، يعني دي مخصصه للاطفال، ان احنا نعلم الاطفال الذكاء الاصطناعي واهميه البيئه وازاي نحافظ على البيئه. تمام، طيب احنا عايزين بقى الذكاء الاصطناعي نبدا نعرفه. احنا كده بنعرف الذكاء الاصطناعي، بنمرن الذكاء الاصطناعي، بنعمل له سوبرفايزد ليرنينج، يعني تعليم موجه، تعليم تحت الاشراف. ده مثلا سمكه، تمام، ده الروبوت اهو، الروبوت مش عارف ده سمكه ولا مش سمكه، احنا اللي هنقول له. فلو احنا قلنا له سمكه هو هيعرف ان دي سمكه. فهي دي فكرة التدريب بتاع الذكاء الاصطناعي، يعني تمام. يلا نبدأ. دي سمكة، سمكة، تمام. طيب دي، لا مش سمكة. طيب دي سمكة، سمك، سمك. فبيقول لي معلومة جديدة، 17 مليار لتر من البلاستيك تدخل المحيط كل عام. 17 مليار مش مليون، مليار يعني ألف مليون، يعني ألف ألف ألف. فده بيدمر الثروة السمكية اللي موجودة. أقول له الاستمرار كده، أنا بدربه بعرفه. طيب دي مش سمكة، دي سمكة، دي ليست سمكة، ليست سمكة، ليست سمكة، ليست سمكة. طيب دي بقى سمكة، 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 سمكة. تمانين في المية من تلوث المحيط بيأتي من النفايات الأرضية. احنا لو برمجناه غلط هو يتعلم غلط. ده مش سمكة، ده مش سمكة، ده مش سمكة، ده سمكة، ده سمكة، ده ليس سمكة، ده سمكة. هو بقى بيقول لي انت دربت على كم واحد؟ طبعا كل ما بيبقى عنده كمية داتا أكتر كل ما بيتدرب أكتر. تمام، ليس سمكة، سمكة، ليس سمكة، 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 ليست أسماك، 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 ليست أسماك، أسماك. تمام، خلاص كده الموديل بتاعنا اتدرب كمية كافية. ماشي، نبدأ نشوف الخطوة اللي جاية. كده الذكاء الصناعي أول ما تمشي سمكة بيعديها، لو لقى حاجة ملوثة يبدأ ان هو يجمعها ويشيلها وينظف منها المحيط. يبقى احنا كده عملنا برمجة، برمجنا روبوت، والروبوت بدأ ان هو يتعامل مع الكائنات.
طبعا احنا مش بنسيبه خلاص، احنا بنقعد فترة نراجع معاه هل هو فعلا بيكتشف بشكل صحيح ولا غلط. تمام، لو اكتشف غلط نبدأ ان احنا ايه نديله تنبيه، خلي بالك من الحاجة ديت. خلونا نشوف الروبوت هيعرف شكل سمكة ولا لأ، هيحلل مجموعة الأشياء ويقدر إن هو يصنفها. هيا بنا، فبيقول لي هي دي طبعا في حاجات معينة معرفها ما بتعرفش إنها مش سمكة لأن إحنا مكملناش التدريب الآخر. تمام، نبدأ احنا بقى ايه نعلم بقى دلوقتي، هندربه نعلم على الحاجة ونقول له ان دي غلط. تمام، دي هقول له ايه ان دي غلط. تمام، دي بقى الحاجات اللي تعرف انها مش طبعا. تمام، كلهم مظبوطين ما فيش مشكلة. استمرار، هي دي فكرة ان احنا بندربه على حاجة، يعني نبدأ ندرب عندك مثلا روبوت معين والكلب بتاعك ضاع، فممكن تدربه ان هو مثلا يتعرف على صورة الكلب بتاعك ويبدأ يدور عليه. احنا لغاية دلوقتي دربناه انه يعرف اسماك ولا مش اسماك، ممكن بقى ايه اول ما يشوف حاجة يعرفها. تمام، دي طبعا هو عارف انها مش سمكه فممكن يصطادها. طب لو لا اخطبوط السمكه عارف ان دي سمكه فما فيش مشكله معاه. زي ما شايف اللعبه سهله وبسيطه وبتعرف الطفل مبادئ كتيره كويسه جدا في اكتر من حاجه، وبيفهم بقى عنده مسؤولية اجتماعية، يبقى فاهم ان هو ما يرميش مثلا بلاستيك وحاجات زي كده، يبقى فاهم فكرة التعلم الآلي، فاهم فكرة الذكاء الاصطناعي، فاهم أفكار كتيرة جدا هيتعلمها أثناء الكورس ويمشي عليها واحدة واحدة. تمام، إن شاء الله يعني عشان ما اطولش عليك الفيديو، دي فكرة الدروس ديت هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو إن شاء الله.